في هذا اليوم نحيي الذكرى التاسعة لمحرقة اليرموك، مصدة ومحرقة اليرموك 23/8/2011. في هذا الهنجر الذي كان فيه في 157 سجين منهم من جميع المدن الليبية، وقد قام الأزلام والمتطوعين بالرماية عليهم يوم 23/8 بالرصاص والرمان، وبعد ذلك تشوا فيهم النار أو حطوا عليهم تشوا فيهم النار، وطبعا في 56 جثة اللي هي مؤكدة حتى الآن أنهم محروقين بالنار، والباقي مفقودين وفيهم بعض الناجين. احنا بدنا نسعى الحمد لله رب العالمين في إنشاء فريق محاميين الكشف عن الحقيقة، وبإذن الله سبحانه وتعالى ماضون على كشف الحقيقة وعلى ملابساتها. نأسف كل الأسف من سيد وزير العدل تجاهل في هذا الموضوع هذا. ليش يتم تجاهل الموضوع هذا؟ الموضوع هذا اليوم ليه 9 سنوات ملفات قاعدة راقدة. شن هو المبرر يعني؟ شن هو المبرر في جريمة من أبشع جرائم في لشباب من أروع الشباب، لا لشيء إلا لأنهم قالوا نعم للدولة المدنية دولة الدستور والقانون. يقتلون يسجنون ويقتلون ويحرقون ونقعد احنا مكتوفي الأيدي. نساء من هذا المكان نحمل المسؤولية للسيد وزير العدل وللسيد رئيس المجلس الرئاسي الكشف على إهمالهم لهذا الملف.